خالص القضاء البريطاني الخميس لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما وافق على عملية قتل العميل الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو في 2006 بلندن من خلال تسميمه بمادة مشعة. الحكومة البريطانية أعلنت استدعاء السفير الروسي ووضع إجراءات لتجميد أموال روسية مرتبطة بالقضية. وزيرة الداخلية البريطانية أعربت عن استياء بلادها لعدم تعاون موسكو في القضية. الحكومة واضحة حول ضرورة حماية المملكة المتحدة ومصالحها من التهديدات الروسية. هذا الصباح كتبت إلى نظرائي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتحالف البلدان الخمسة للفت نظرهم إلى التقرير وضرورة اتخاذ إجراءات لمنع قيام هذا النوع من الجرائم على أراضيهم. الشرطة البريطانية كررت طلب تسليم المشتبه بهما الرئيسيين في قتل ليتفينينكو. قاضي التحقيقات البريطاني قال إنه متأكد بأن أندري لوغوفوي وديمتري كوفتون قد وضعا البولونيوم المشع في الشاي الذي قدم للضحية قبل 3 أسابيع من وفاته. ليتفينينكو دفن في مقبرة بلندن داخل تابوت مبطن بالرصاص لمنع انتشار المادة المشعة.